كان رئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته قد استقبلا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وقرينته بقصر الاتحادية. هذا وشهد الرئيس السيسي ونظيره الصربي مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا والسيدة قرينته في إطار الزيارات التي يقوم بها الرئيس الصربي لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية استناداً للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف، فضلاً عما تشهده من زخم متنام مؤخراً. وقد اختتم اللقاء بأن شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين البلدين. وكذا عقد مؤتمر صحفي مشترك ألقى خلاله السيد الرئيس بياناً استعرض فيه نتائج المباحثات بين الجانبين، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وجهود تعزيز الاستقرار في منطقة غرب البلقان، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع، وكذا جهود دفع مسار إنفاذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.